عندما تكسو الثلوج الجبال وتهب الرياح العاتية القارسة، يختبئ الكثير من الحيوانات التي تقطن جبال الألب في أوكارها أو تدخل في سبات شتوي. لكن حيوانات أخرى مثل الوعول وظباء الشاموا تعد كلها صاحبة خبرة في التمكن من البقاء حية في البيئات المعادية البالغة القسوة. تعد هذه المنطقة موطن حيوان الوعلي ملك جبال الألب، فقبل نحو 100 عام وبعد اختفاء هذا النوع من الحيوانات تماماً من الجبال السويسرية، أعيد إدخال هذه الوعول إلى البيئة الطبيعية هنا في المتنزه الوطني الذي يعد اليوم موطن نحو 300 من هذه الحيوانات الخبيرة بالبيئة الجبلية. فمنحدراته الصخرية الوعرة التي قد يصل ارتفاعها إلى 3200 متر توفر ظروف حياة مثالية لحيوان الوعل. وباستثناء التفقد المنتظم الذي يجريه حراس المتنزه لها، فإن حيوانات الوعل لا تتعرض لأي إزعاج طوال الشتاء. وبالرغم من أن حيوانات الوعل تعيش في مناطق جبال الألب المرتفعة، إلا أنها تحاول تجنب الثلوج كلما كان ذلك ممكناً. كثيراً ما تصادف حيوانات الوعل ما يعرف باسم أفواه السمكة، وهي عبارة عن فجوات صغيرة في الثلوج غالباً ما تحدث أسفلها انهيارات ثلجية. تعد حيوانات الوعل خبيرة في الحفاظ على الطاقة، حيث يمكنها الصمود طوال أشهر الشتاء اعتماداً على احتياطي الدهون الذي جمعته خلال الصيف في المروج الجبلية والأودية الجانبية. تمضي ظباء الشاموا أيضاً الشتاء على مرتفعات أعلى. لكن عندما تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر، يتعين حتى على ظباء الشاموا الحفاظ على طاقتها. قبل سنوات عديدة درس باحثون من جامعة فيينا قدرة الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة على الحد من درجة حرارة جسمها في الشتاء ومعدل استقلابها نتيجة لذلك. في الليالي الباردة بشكل خاص يمكن أن تنخفض درجة حرارة أطرافها والأجزاء الخارجية من جسمها بنحو 15 درجة، ولكن حينها سيكون من المستحيل على الوعل التحرك بسبب الخدر في سيقانه، ولهذا لا تسمح هذه الحيوانات لأنفسها بالاستغراق في حالة السبات هذه إلا عندما تشعر بالأمان. لم تتكيف الحيوانات ذات الحوافر فقط مع الظروف القاسية في الجبال، يترك التغير المناخي أثراً أكبر بكثير في الجبال من أثره في المتوسط العالمي، ويخشى العلماء حدوث زيادة كبيرة في عوامل الطقس المتطرفة. يمثل الشتاء الطويل في جبال الألب تحدياً لجميع الحيوانات بغض النظر عن مدى تأقلمها مع المناخ القاسي. تتراجع الحيوانات إلى مناطقها الآمنة التي توفر نوعاً من الحماية من الأحوال الجوية، كما يوجد فيها بعض الطعام. لكن لا يزال البرد والثلج يحصدان الضحايا، فالحيوانات تتجمد أو تموت جوعاً أو تنزلق وتسقط لتلقى حتفها. ثمة حيوانات تخسر حياتها في الانهيارات الثلجية الضخمة التي تجرد الجبال من الثلج وتنحدر إلى الغطاء العشبي. ثم
تمثل الحيوانات التي تنفق بهذه الطريقة وجبة مميزة للحيوانات آكلة الجياف. إنه أكبر الطيور الجارحة في أوروبا، ويمتد جناحاه لنحو 3 أمتار. يعيش النسر الملتحي على الجيف والعظام بشكل كامل، ومخالبه ليست مصممة للقبض على الفرائس. تكيفت النسور الملتحية مع أحوال الشتاء الجوية بطريقة مميزة جداً. إنها تفقس صغارها في وسط أكثر فترات العام برودة. الحيوانات ليست هي وحدها التي تأقلمت مع الظروف القاسية في الشتاء، بل هناك بعض الأشجار والنباتات التي لديها قدرة كبيرة على البقاء على قيد الحياة في مناطق الألب. ففي الجبال يقع خط الأشجار على ارتفاع يتراوح ما بين 1800 و 2200 متر فوق سطح البحر، ولا تنمو على المرتفعات الأعلى إلا ملكة الألب، شجرة الصنوبر الثمري السويسرية أو صنوبر أرولا. وعلى عكس أشجار صنوبر لارتشز التي تنمو أسفل خط الأشجار بقليل، فإن أشجار الصنوبر الثمري السويسرية تحتفظ بأوراقها الإبرية الخضراء في الشتاء. تحتوي هذه الأوراق الإبرية على سر قدرة شجرة الصنوبر الثمري على التغلب على الرياح والأحوال الجوية عند الحافة العليا لخط الأشجار. لكن شجرة الصنوبر الثمري السويسرية تحتاج إلى مساعد من أجل البقاء. إنه كسار البندق، الكائن الذي يظهر على شعار المتنزه الوطني السويسري. تعد بذور شجرة الصنوبر الثمري السويسرية الطعام الشتوي المفضل لهذا الغراب الصغير. بهذه الطريقة يمكن للطائر النشط تأسيس نحو 20,000 مخزن طعام في الخريف، وسيجد غالبية الأماكن التي خبأ فيها البذور في الشتاء حتى وإن كانت مغطاة بالثلج الكثيف، لكن بعضاً من مخابئ هذه البذور ستبقى غير مكتشفة. تمثل شجرة الصنوبر الثمري السويسرية وكسار البندق حالة ربح للطرفين في الطبيعة. لكن شجرة الصنوبر الثمري السويسرية تنمو ببطء وببطء شديد كما يخشى فيليكس جوجرلي، وقد تخسر السباق على المدى الطويل ضد التغير المناخي السريع. تأسست هذه المحمية الطبيعية في شرقي سويسرا قبل قرن من الزمان تقريباً، وهي أقدم متنزه وطني في جبال الألب. وكان من أهدافها الرئيسية منذ تأسيسها تسهيل البحوث حول الحيوانات في المنطقة، ما يتضمن إجراء تعداد دوري للأنواع المختلفة. وبالتالي يقوم دومينيك وزملاؤه بالتوجه إلى أماكن محددة مسبقاً في المتنزه 4 مرات في العام، ويسجلون عدد الحيوانات. بهذه الطريقة جرى الحصول على سلاسل بيانات قيمة على مر السنوات، التي ستساعد الباحثين أيضاً على فهم المزيد عن سلوك حيوانات جبال الألب وطريقة حياتها. على نقيض المحميات الطبيعية الأخرى، فإن الحيوانات هنا تترك لتعتمد على نفسها حتى في فصول الشتاء القاسية جداً. لا تزود الحيوانات بالطعام، ولا يجري إحداث انهيارات ثلجية اصطناعية. هنا يقتصر دور البشر على المراقبة فحسب. أظهر التعداد السنوي الذي أجراه حراس المتنزه أن الطبيعة في المتنزه الوطني السويسري تنظم نفسها باستقلالية تامة. لكن مع ذلك فهنا أيضاً لا تزال الطبيعة معرضة لخطر زعزعة توازنها. تلتزم حيوانات الوعل بدورات سنوية فيما يخص التزاوج والإنجاب، رغم أن الارتفاع في درجات الحرارة عالمياً قد يغير مواعيدها بشكل دائم. يبدو أن الحيوانات قد نجت من غوائل الشتاء القاسي الأخير بشكل جيد جداً، لكن لم يتمكن دومينيك وزملاؤه من إحصاء عدد أكبر سكان جبال الألب من الحيوانات ذات الحوافر،
لأن الغزال الأحمر لا يقضي إلا الصيف في المتنزه الوطني. هذه الحيوانات تتردد في الشتاء على المناطق الأقل ارتفاعاً، وتدخل أيضاً في وضع توفير الطاقة خلال الفترات الأكثر برودة من العام، كما تعمل على خفض معدل استقلابها ولا تأكل إلا نصف الكمية التي تستهلكها في الصيف. أما في الربيع عندما يذوب الثلج في الوادي، فإن الغزلان الحمر تهجر الغابات وتتجول في الحقول والمروج للرعي. هناك يمكن إحصاؤها بسهولة، والليل أفضل الأوقات لذلك عندما لا تشعر الحيوانات بالإزعاج. في الربيع الماضي سجل غولف نحو 700 غزال أحمر في المحمية، لكن لديه شكوك في توفر مثل ذلك العدد هذا العام. لكن بغض النظر عن مدى قسوة الشتاء، فحتى الحيوانات الموجودة في المحيط الخارجي للمتنزه الوطني لن تتلقى أي مساعدة من البشر. خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون على الغزلان الحمر إعادة بناء احتياطاتها من الدهون قدر الإمكان إن أرادت الصمود في الشتاء التالي. يستمر الثلج في تغطية المنطقة هنا بطبقة كثيفة حتى خلال الربيع. تغادر أول الحيوانات التي استيقظت من سباتها الشتوي الآن مخابئها الشتوية. لكن ليس لدى هذه القوارض الظريفة أي خيار في الواقع، فهي لم تأكل طوال أشهر، لذا فإن شعورها بالجوع يفوق شعورها بالخوف من النسر. تنهي حيوانات الغرير سباتها الشتوي في بداية شهر أبريل، ثم تسعى إلى الخروج من جحورها بأسرع ما يمكن. تطلق حيوانات الغرير صيحة تحذير عندما تشعر بخطر يهددها. يظهر مثال المتنزه الوطني السويسري أنه كلما قل تدخل البشر في الطبيعة ازدادت فرص الحيوانات البرية في البقاء على قيد الحياة في الشتاء.